اندراوس عزيز اندراوس لن انساه، المدفع قطش رجله وكان جته معمر، عايزين نخليه مش عايز يخ فندم اربطها لي ونكمل. هذا هو المادي المصري، هذا هو المارد المصري. كنت مسؤول عن تدفق القوات على كوبري من الكباري بتاعت فرقة التين الرئيسية، أنا كنت ضابط عملية أهمية، فعندي كوبري الضرب للرئيس بتاع الفرقة، فنعطى العمور، فلازم عربية بتاعت المهندسين اللي شايلة البرطوم أو الجزء اللي قسم كوبري هتنزل. فلما يجي الولد بيجي بيخبط العربية بتاعته في صدادة على حرف القناة، فالبرطوم يتزحلق من على العربية من فوق على البكر، البكر دي كسرت ما بتنزعقش البرطوم. فكان من الجندي من غير أوامر لوحده راح طالع لقدام وراح رجع بعربية بقوة، نزل بعربية في القناة. هيموت هيموت مش مشكلة، هو بالنسبة له ما يهم، هو يهمه كله أن المهمة لا تعطل ويكون هو سبب فيها، ده العقيدة اللي عنده. وبالتالي البرطوم نزل في المية عام لأنه مش مربوط، وإحنا نزلنا ناس وراء فريق من المنقذين جابه. ليه يا ابني بتعمل الكلام ده؟ قال بقى أنا أكون السبب في تعطيل الكوبري وتعطيل الناس لا تعبر؟ ما كنت ولا كان عشتي في الحياة ملاش لازم. ربنا خلاني أكون صاحب أطول معركة جوية، معركة 13 دقيقة بين طيارتين ميج 21 ضد 6 طائرات فانتوم أمريكية الصنع آخر ما في الترسانة الأمريكية. إسرائيل كان معاها أمريكا ومصر كان معاها ربنا، والحمد لله استطعنا ان احنا في اول 30 ثانية اسقطت طائرة قائد التشكيل الاسرائيلي.